صوت الوتر المتمدد، ثم تصويب، ثم رمية صائبة، كما يقول المحترفون في العين. من في طفولته لم يعرف الشجاع روبن هود الذي استخدم القوس والسهام بمهارة ليصيب أهدافه بدقة؟ وقد يبدو للوهلة الأولى أن إصابة الهدف لا تشكل أي صعوبة، ولكن هذا فقط للوهلة الأولى. وفقاً لأبطال برنامج شغف الشباب، فقط التدريبات الدائمة وشحذ الحركة وتحديث المعدات كفيل بإيصالك إلى النجاح الحقيقي. تمر حياتي كلها أمام عيناي من لحظة إطلاق السهم وحتى وصوله إلى الهدف. لا يمكن مقارنة هذه المشاعر بأي شيء آخر، لذا نحن هنا. الرماية بالقوس هي من أكثر الهوايات إثارة في حياتي. عندما أصيب العشرة أحصل على المتعة. يعجبني في الرماية بالقوس أن كل شخص يستطيع أن يختار طريقة الرماية المناسبة له. أنا أمارس الهواية وأضع أسلوباً فريداً للرماية يناسبني شخصياً، وأشعر أنني مبدع، أحمل شيئاً لهذا العالم، ويمكنني أن أعطي شيئاً للناس. لوتشنيكي это целеустремленные люди, которые развивают свое тело и дух. الرماة هم أشخاص مثابرون يطورون جسدهم ونفسهم. تاريخ رياضة الرماية بالقوس طويل جداً، فالقوس من أول الاختراعات البشرية، وكان في البداية أداة للحصول على الغذاء. جرت المنافسات بين الرماة عبر التاريخ، وهي الآن في عداد الألعاب الأولمبية. يوجد في أوكرانيا توجهات مختلفة لهذه الرياضة، ومنها الرماية بالقوس التقليدية والرماية الأولمبية، وهناك بطولات الرماية بالقوس المركب. чемпионаты по стрельбе из блочного лука. В Украине стрельба из лука. الرماية بالقوس ليست شعبية جدا في أوكرانيا مثل كرة القدم أو غيرها من الألعاب الرياضية المعروفة، ولكنها تكتسب الآن شعبية أكبر، حيث تفتتح الأندية الجديدة وتظهر صالات جديدة تجذب الناس الذين أصبحوا بشكل عام ميالين أكثر إلى الرياضة وإلى اتباع أسلوب حياة صحي. أظن أن رغبة الرماية بالقوس موجودة عند كل شخص تقريباً. كان في حوزة صديقتي في العمل قوس، وقد رأيت صورها على شبكات التواصل الاجتماعية، فاجتاحتني رغبة أن أجرب أنا أيضاً. كانت محاولتي الأولى للرماية بالقوس كانت في إحدى المهرجانات، كان قوساً يابانياً، ولم تعجبني جداً الطلقتين اللتين قمت بهما. عثرت بعد 6 أشهر على صالة للرماية غير بعيدة عن مكان إقامتي، وقررت أن أجرب نفسي من جديد، إذ أن بعض الرغبة بقيت عندي. أمارس هذه الهواية منذ 1.5 عام. أعجبني جداً الجو السائد في المكان من الدرس الأول، ليس فقط من ناحية الرماية ومن ناحية التواصل بين اللاعبين وعلاقة المدرب أيضاً. تراود الفتيات الرماية بشكل نشيط، ولكن الرجال يشكلون العدد الأكبر. من المعروف أننا جميعنا في الصغر كنا نمارس هواية ما. أول قوس صنعه لجدي، وفي سن 16 التقيت بشباب جربت معهم هذه الرياضة فاستهوتني. لا نهاية لهذه العملية، هناك دائما شيء جديد، أشكال أقواس جديدة وطرق جديدة وأساليب رماية جديدة، وأمل أن لا ينتهي هذا أبدا. موي путь в лучную стрельбу. بدأت رحلتي مع رياضة الرماية بالقوس في عملي. عملت مرة في المكتب حتى وقت متأخر، ورحت أفكر ما دمت أعمل بشكل جيد يجب أن أرتاح أيضا بشكل جيد، وكنت قد اعتدت أنا على الاستراحات البناءة. فكرت بأحلام الصبا وأيها من الممكن تحقيقه فعلا. تذكرت فوراً أنني كنت أرغب بتعلم الرماية بالقوس. كتبت في محرك البحث ما أريد، ليتبين أنه بقرب منزلي عملياً توجد صالة للرماية بالقوس. ذهبت إلى الصالة وجربت، فاتضح أنني لم أكن سيئاً، فقررت ممارسة هذه الهواية. وفي الحقيقة شدني القوس لأنه سلاح، وينبغي على كل رجل أن يعرف التعامل معه. هذا أولاً. يوجد في كييف جمعيات جيدة للرماة، ويمكن التواصل مع ناسها لبحث بعض المواضيع المشتركة، كما ويمكن الحصول على معارف مفيدين. هؤلاء الناس مستعدون دائماً لتقديم المشورة والمساعدة إذا احتاج الأمر. Это традиционные, исторические еще их называют. Они
появились первыми, они состоят. هناك ثلاثة أنواع من الأقواس: التقليدية والتي يسمونها أيضا تاريخية، وهي ظهرت أولا مكونة من الخشب ومصنوعة بطريقة الحرفيين البارعين القدامى، والقوس الجيد وزنه بوزن الذهب. الأقواس الأولمبية وتسمى أيضا الكلاسيكية تستخدم للرماية الرياضية وللمشاركة في الألعاب الأولمبية، وهي أقواس مصنوعة من مواد أكثر حداثة وهي قابلة للتفكير، ويمكن تزويدها بمصوب والعديد من الأجهزة المختلفة. أما النوع الثالث هو الأقواس المركبة، وهي الأحدث وذات تقانة عالية، مزودة بمصوب وأدوات للاتزان ومخمدات الاهتزاز، وتستخدم كل ما يمكن استخدامه. الأقواس التقليدية هي الأكثر توفراً في أوكرانيا وبالتالي الأكثر شعبية، بعضها من ابتكارات حرفيين وبعضها يجلب من الخارج. تلحظ حركة الرماية بالقوس التقليدي الآن عندنا تطوراً ملحوظاً، كما وتختلف أساليب الرماية بالقوس. تستخدم للرماية بالأقواس التقليدية القبضة الرياضية للوتر عندما يلتقط الوتر بثلاثة أصابع، وتستخدم أيضاً القبضة بإصبع واحد بالإبهام مع حلقة وتسمى القبضة الشرقية. هناك مرفقات مختلفة لا يمكن القول أن واحداً منها صحيح وغيره ليس بصحيح، النتيجة وحدها تحكم في هذا الأمر. كنت في نصف السنة الأولى أرمي بواسطة الأقواس الموجودة في صالة الرماية. لاحقاً في الصيف ظهرت الحاجة لشراء قوسي الخاص بقوة شد تعادل 17 كيلوغراماً، وذلك بعد أن توفرت عندي الفرصة والرغبة في السفر للمشاركة في المنافسة. أعطي لي حق اختيار عدة أنواع من الأقواس، وكانت لدي رغبة باختيار أضعفها في الشد، ولكنه كان غير مناسباً أبداً للبطولات. بدا لي في البداية أنه صعب جداً، ولكن من المهم جداً في المنافسات مدى طيران السهم والفعالية القصوى للرمية. صنعت أول قوس بنفسي سنة 2004، كان قوساً طويلاً معتاداً. كانت السوق الأوكرانية في ذاك الوقت غير متطورة أبداً بالمقارنة مع الدول الأخرى. حاولنا أن نفعل شيئاً بجهدنا، أجرينا محاولات، بعضها نجح والآخر لا، ولكنه لم يكن إنتاجاً احترافياً. ذهبنا في عام 2005 لأول مرة إلى بولندا لحضور مهرجان تاريخي، ورأينا الأقواس الأولى، وكانت أساساً لتطوير إنتاجنا الخاص. تحتوي مجموعتي الشخصية الآن على أكثر من 20 قوس، يعجبني كل واحد منها بشكل خاص، فلكل واحد طبعه وتفاعله الخاص. عندما أحمل أي قوس منها أشعر بمتعة قصوى. القول أنه يمكن التوقف على شيء واحد ليس بصحيح، والآن أختبر قوساً مركباً ويصعب علي جداً نقل أحاسيسي، ولكن البهجة جنونية لا تتيح لي أحاسيسي الداخلية التخلي عن التقاليد، وهذا يعني أنها لن تدعني. يوجد فيها روح. القوس المركب أقل روحاً، هو مثل البندقية القناصة ولكنه يقنص بسهم. من خلال جمعك للعتاد يمكن أن تجعل نفسك محارباً فريداً من نوعه. إن كنت تريد زيادة سرعة الرماية اجمع قوساً له توليف واحد. ترغب الحصول على دقة أعلى مثل روبن هود الذي يرمي السهم بآخر، اجمع قوساً مزوداً بعصا مغناطيسية مع مثبت طويل ومخمدات للاهتزاز وما شابه. يوجد عندي عدة أقواس تقليدي وأولمبي ورياضي وحديث. لا أستخدم التقليدي حالياً، فلقد قررت التحول إلى المعدات الأكثر حداثة. فلسفتي في الرماية هي أن أجعل من الرماية بالقوس شيئاً تطبيقياً ينفعني، كتقنية يمكن تطبيقها بسهولة وبلا مشاكل في الحياة الفعلية. لا يناسبني القوس التقليدي لأنه محدود القدرات، لا يمكن عليه تعليق معدات إضافية أو تحسين أدائه بطريقة أو بأخرى. من ناحية أخرى، القوس الأولمبي الحديث أيضاً لا يناسبني لأنه مشحوذ للرماية من على منصة، يفرض الوقوف في مكان واحد ورمي الأهداف الثابتة. لذا اخترت لنفسي القوس الأولمبي مثل أساس، وأضفت إليه أدوات خاصة التي تزيد من استقرار الرماية ومن حركتي. أنا حالياً في عملية البحث عن شيء أمثل لي.
حول مدارس الرماية بالقوس، أريد الإشارة إلى أنه في مدينة لفيف تأسس الاتحاد العالمي للرماية بالقوس الذي انتقل الآن إلى سويسرا، وأن مدرسة لفيف قوية جداً وتخرج منها حتى الآن الأبطال الأولمبيون. يوجد في خاركيف أيضاً مدارس للرماية بالقوس وفي جميع المدن عموماً، وهي ليست بالكثيرة. يمكن القول أنها تصارع الآن للبقاء على قيد الحياة، ومع ذلك تسعى للتطوير. تبدأ عادة تمرينات المبتدئين من التحمية، فمن المهم جداً تحمية القسم العلوي، عضلات الكتفين وأربطة المرفقين واليدين والأصابع. يرفض أحياناً الناس التحمية، ولكن القوس يعاقبهم بسرعة على هذا الخطأ. عند الرغبة يمكن ممارسة الرماية بلا توقف ساعة ونصف أو ساعتين. من الأساسيات للمبتدئين التعرف على العملية ذاتها، حيث أن الكثيرين يأتون وهم على قناعة بأنهم يتقنون الرماية، ونحاول في الدقائق الأولى التغلب على ذلك وإبلاغهم ما يجب عليهم فعله. حتى بعد سنة ونصف من المزاولة تطير الأسهم أحياناً بعيداً عن الهدف. هناك أشخاص يقومون بهذا أسهل من غيرهم، ويلاحظ هذا فوراً، يوجد لديهم موهبة. وبعد بضع تدريبات تقريباً يبدأون بإصابة العشرة فقط. صعب علي جداً في البداية تنفيذ رماية صائبة، كانت السهام تطير في الصالة إلى الأعلى والأسفل وإلى كل الاتجاهات، ولكن بعد بعض التدريبات بدأت في إصابة الدرع على الأقل، وحققت تقدماً لافتاً بعد شهر تقريباً. أبيشنا مي تريروفكي دلاتسي نسكيكا تشوف، تيستي أت دوخ دا تشتيريوخ. تستمر التدريبات عادة عدة ساعات، من ساعتين إلى أربع، ولكن للغرابة مفتاح النجاح ليس في هذا. لتعلم الرماية بسرعة وبشكل جيد، يجب عليك بأسرع ما يمكن أن تتعلم فهم وتحليل ما تفعل. يجب أن تتذكر الحركات الأساسية أولاً، ومن ثم تحاول تكرارها على أن تكون هي نفسها في كل مرة. وعندما تعمل بهذه الطريقة مدة أسبوعين، سيأتيك الفهم تلقائياً. تورنيري بو стрельбе из лука проводятся. تقام بطولات الرماية بالقوس عندنا وفي الخارج. الرماية بالقوس توحد البلدان. يسافر رماتنا إلى الخارج للمشاركة في المنافسات، ونتائجهم جيدة، كما ونقيم البطولات في أوكرانيا. يوجد في كييف منافسات شهرية على الأقل لأولئك الذين يمارسون الرماية بانتظام، كما ويزورنا الرماة من خارج أوكرانيا. المنافسات الأولى كانت مثيرة جداً من ناحية، ومن ناحية أخرى أدركت عندما شاركت فيها أن قوسي يدوي، في حين كان في حوزة الآخرين أقواس أجنبية شبه أولمبية، وفي ذلك الحين لم يكن هناك تقسيم إلى طبقات. عندما خرجت مع قوسي المصنوع من عصات من شجر الجوز والذي انشرخ ولحمته بالشريط اللاصق وفزت بأول مراكزي، لست أدري، ربما بدأت أؤمن بنفسي ولم أعد أخاف ولم أعد أشعر بأي إجهاد، وأدركت أنني تغلبت على هؤلاء الشبان، وكانت لدي رغبة في كل مرة أن أثبت أنه يمكن لي التغلب حتى على التجهيزات الاحترافية بالعصا. كانت منافساتي الأولى في مقاطعة دنيبرو في الصيف الماضي، كانت منافسة ثلاثية الأبعاد، وضعت الأهداف على مسافات مختلفة، وكانت عبارة عن مجموعة متنوعة من الحيوانات الحجمية والورقية الصغيرة، وضعت بزوايا وعلى ارتفاعات مختلفة. كانت هذه الرماية مختلفة تماماً عن الرماية المعتادة، ولاحظت أنني لا أعرف أي شيء عملياً، ويمكن القول أنه توجب علي التعلم من جديد، لأن الرماية في الصالة تختلف تماماً عن الرماية في الظروف العملية. بصراحة المنافسات صعبة، يجب تنفيذ عدد كبير من الرميات، ترمي طوال النهار، وهناك الكثير من الأهداف والسلسلات. واحدة من الذكريات الأكثر وضوحاً تعود إلى إحدى البطولات في الجولة الأخيرة، كأن غشاوة غطت عيناي، كأني كنت أرى العالم من خلال شعلة وصورته تهتز. تمرن الرماية بالقوس قبل كل شيء التركيز والقدرة على التحكم بالانتباه، وهذه مهارة يمكن أن تكون مفيدة في شتى مجالات الحياة، ولعل هذا السبب في أن رماية القوس خالدة. متأكد من أنه ستمر مئات السنين، وستستخدم ربما الناس بنادق البلازما، ولكن الرماية بالقوس ستبقى ومعها الكثير من مشجعيها.